احنا عايزين نستغل بقى فرصة ان حضرتك منورنا النهاردة، ومش بس نتكلم معاك عن رؤيتك للنسخة الأخيرة اللي انتهت النهاية السعيدة اللي حضرانا هو في حلقتنا النهاردة، وعايزين كمان نتكلم مع حضرتك عن رؤيتك لمنظومة كرة القدم المصرية يعني بشكل عام. ليه تحب نبتدي بس بيها ولا ليه نأجلها؟ هتزعلنا يا كريم؟ أجلها للآخر خالص يا أخي. منظومة بس لازم نستغل فرصة ان حضرتك معانا منظومة وانت من الكرة أصحاب الرؤى المصرية المتميزة يعني. بعافية ومش بحجم اسم مصر، والحمد لله ساعات بنقع في خطأ يعني يا فشلة مصر، لا يا جماعة قولوا يا فشلة الكرة المصرية، مصر تستحق نسخ أهم وأعمق من كده كرويا. لكن لما نتكلم عن يعني الناس الأهلوية لازم يعرفوا أن هناك طنين دائم حولهم بتقليل المسألة، يعني ما بين فكرة أنه الأهلي دايما مخدوم ومعرفش إزاي يتخدم في الحداشر يعني بطولة أفريقية، يعني ده كل الظروف صعبة أصلا، ساعات بيتقال مخدوم بالتحكيم، فاحنا بنضرب كف على كف يعني بتضرب كف على كف. الراجل في لعبة في خط ال 18 بنالتي جون مش جون، يصفر ويرجع 20 فدان لورا باستصلاح اراضي، ويعني حاله الحقيقه غريبه جدا جدا. الاخ معتز الشلماني وما ادراك وغيره وغيره، فتيجي تلاقي حواليك ضبابيه فيقول لك يعني مباريات تكسب ولا تلعب. الحقيقه يعني فعلا كلمات باطل يراد بها باطل، يعني لو صححنا المفهوم بتاع المقوله، يعني لانه هي بطولات تلعب وتكسب. انت جاي تكلمني عن ماتش نهائي، في كل العالم ماتشات النهائي مضطربه متوتره، هذا هو حالها دائما يعني، ولا انت بقى نسيت ازاي وصلوا للملعب النهائي ده او للنصف الثاني من ملعب النهائي؟ لان الراجل كولر يعني، ودي مش غريبه على النادي الاهلي، وهو بيختار فيجيب راجل قادم من اوروبا طازه يعني، وهذه لها ميزات يعني، لانه لا راح عربو ولا افريقيا قبل كده، والا لا لاعب الشناوي. ضغوط 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 الشناوي نمبر 1، وفي واقعنا يعني الكروي في منطقتنا كلها وربما في القاره يعني، ما عدا المحترفين في الخارج كان ممكن يقول لك يا عم انا لاعبه بنص رجل، انا يعني ايه اللي هيجرى يعني؟ مش هيجرى حاجه. لكن الراجل زرع الاحتراف الحقيقي، لانه راجل كمان التقى مؤسسه مش هقول ان هو يعني مبهور بيها، لا، لان هو عرف النادي الاهلي، هو سرش على النادي الاهلي كولر، وبالتالي كمان عرف ان هو على نفس الوزن زي ما حضراتكم قلتوا، ريال مدريد في اوروبا، الاهلي في افريقيا، وما مش مسؤولياتنا بقى، لكن هي بتحسب قرارات في الاخر، اسمع الفارق على عيني وراسي، لكن في النهايه احنا لدينا قاره في نفس المنافسه بنفس الارقام، ثلاث ارقام ربما فارقه بين الاهلي وريال مدريد. اعتقد كمان انه ما فيش يعني بالبلدي ويلز مع كبريات الانديه التي ارسلت هذه التهاني يعني، ما اعتقدش ان دول بقى متوصيين ولا بالواسطه. السيد الرئيس ده يعني ده بالذات كان لازم بقى الناس تشوف كابتن خطيب في تدشين المقر الرابع، كابتن خطيب ويتحدث عن ان الاهلي انماء وضمن منظومه الجمهوريه الجديده، فيما يعرف يعني ان هو يقول لك ايه ده ما كانش فيه مواقف وطنيه. يا جماعه هو ايه المواقف الوطنيه اللي كانت مطلوبه من النادي الاهلي؟ النادي الاهلي اللي اسس وعمر بيك لطفي يتراس اول اجتماع، لانه ده النادي اللي دستوره مكتوب في عنوانه النادي للشباب المصري في مواجهه الانديه التي ارتدها الانجليز واعوانه نصا، فياتي الزعيم سعد زغلول. كل الحقائق التاريخيه مكتوبه يعني، مش بننقلها سردا عن جدودنا. فياتي ليترأس اول مجلس يعني رئاسه شرفيه لليوم الاول او للمجلس الاول، طب ايه بقى الكلام عن الوطنيه؟ ثم يكون بيان النادي الاهلي بانه يعني شرف ان السيد الرئيس يولي عنايه لهذا المنتج، والسيد الوزير مشكور يعني ان هو سال عن الفرقه وعن البعثه في يعني 24 ساعه الاخيره ماشي، لكن كمان في استقباله قالها صريح الراجل برضه عشان نقول ما قاله، قال ان ده انتصار معنوي للكره المصريه، لانه ما فيش حاجه تانية الحقيقه يعني، ومن غير ما حد يزعل يعني، ما فيش حاجه تانية يعني. وما قلنا لهمش ان الاهلي مصر ولا الزمالك مصر، لكن ما هي معروفه من مصر. مين اللي بيمثلك يعني في المحافل الدولية؟ يعني واللي بيمثل مصر؟ ما انا بقول لحضرتك يعني في الاخر ما حدش بيطالب الانديه في كل العالم، ما انتش منوط بيك ان انت تشجع المنافس عشان هيضيف لدولابه بطوله، لكن كمان اذا كان جارك في فرحه يا تبارك له، يا اما تقفل البلكونه وتسكت يا عم، ما فيش مشكله يعني، تمتنع، ما حدش قال غير كده. لكن كمان ما تاخدش من ده ذريعه انه يبقى الفارق في ده
هو يعني حوار لا يليق وإلقاء تهم جزافا وكذا طبعا. يعني بشكل غريب جدا يعني تعصب، مفيش كرة ضايت الحقيقة، لكن كمان مفيش سبة ولعنة وشتمة وكسرة، مفيش الكلام ده خالص. انتوا ليه دايما الأهلي لازم يكون حاجاته صدفة؟ أصله الرعاية.